جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله ما زال أمرهم قويما على عظام أهل المناصب. جزى Selama bin Uddin Arni Kalayirazam Ayan Harkan Sira di Sikha Karina Sabi'i Ga Jalil Kalayirazam Selama bin Uddin Arni Al-Ma'ruf lo yaqani Lugu yaqani bi Abi Hazim Al-A'raj Uyadi Sasa Al-Orajira bi Abi Hazim Al-A'raj Ma ra'aytu ahadan al-hikmatu aqrabu ila fammihi min Abi Hazim Ma ra'aytu ma'arak Ahadan ahad أحدك الحكمة حكمتي أقرب أيود وابدنتها إلى فمه أفكيس من أبي حازم عبد الرحمن بن زيد نكل إلى يا سيدي في سنة 97 للهجرة سنة دي سقاشن يتضبعد هجرة يشد خليفة المسلمين تخليف كودي وديار قروبي سليمان بن عبد الملك الرحالة أيو ديار يعني قيدي أيو ديار قروبي الرحالة إلى الديار المقدسة إنه أبحه أو ارتحاله إلى الديار المقدسة ملكي بركيسنا يطهرناوي ملبيا حاله يهي من أجيبيه نداء أبي الأنبياء أنبياء أبوهد نديه سي يريتان كيسي إبراهيمها عليه السلام ومضت ركائبه سليمان بن عبد الملك يعني قاديد كيسي أيار دقاقي ومضت ويتك ركائبه قاديد كيسي وي تحث الخطى تلاوة حالة دجيلة يسوي تمضي مسرعة توي من دمشق مقالة دمشق بومركا كبح هي عاصمة الأمويين تعاصمة دوليها إلى المدينة المنورة مدينة أي أصعبها مدينة دي نور كبدنيت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في نفسه نفتي سوحا كسبنا سليمان بن عبد الملك وخليفة المسلمين وي شوق عشق وعشق سيئة آدو ومحبة سيئة إلى الصلاة صلاة وكنت كذا في الروضة المطهرة روضة المطهرة هاي دوي هي وتوق عشق وعشق سيئة وآدو وجعل يهي إلى السلام سلامت على محمد وسلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد حفل موكب الخليفة بالقراء والمحدثين والفقهاء والعلماء وقد حفل وحاب وحيي موكب الخليفة خليفة جماعة وحاب وحيي بالقراء قراء يا ابو حسيوي ذاتك الله صعد انت هذا بدل ذاتك وحي قانايا هاي بالقراء قراء دي حفاظ قرانك والمحدثين يا محدثين تي علم الحديث كي قاني والفقهاء فقهاء دي يا والعلماء علماء دي والامراء والقادة هي هي جماعة وقامين خليل جي مسلمين تاسعد ذاتك الله صعد بدل كودو وذاتك اقوانت الهاوي فلما بلغ المدينة المنورة مدينة دي نور كبدنا يدمرك وقاري ووحد رحاله ركي سو فراي فيها في قيدة مدينة ودقي أقبل وحاسوقا بلاي سليمان بن عبد الملك وجوه الناس ذاتك قوة دي ملح لها وذو الأقدار ذاتك شرفت لها إسلام كقولها للسلام عليه خليفة إنه يسوى سلامان وترحيم به إنه يسوى دوياه يعني هرم مدينة ودن هرم مدينة ودن ذاتك ودي يعني
aqoonta lahaa iyo dadkii wanaagsanaay oo dhan ayaa markaa soo qaabilay. Laakiina Salama binu Dinaar, qaadi Madiina, Madiina qaadigeeda ahaa oo caalimaha caalimkeeda ahaa Al-Xujja ee xujada ahaa, yacni lagu kalsoonaa wey, aad aqoonta u lahaa wey, Al-Caalimu Alladii yuxtaju bicilmih, ninka caalimka yani qowlkiisa la daliishanaya la yidhaha xujja. Wa imaamaha imaamkeedii ahaade Al-Thiqa ee lagu kalsoonaa. لم يكن في عداد من زاروا الخليفة مرحبين مسلمين. عالم كي مقالنا هي إمام كودي. لم يكن موسى أهان في عداد من زاروا الخليفة. دتك خليفة زوز زيارته كم من ماهي. مرحبين حاليه دتك زوز زيارتي. كو يعني سود وين أيو مسلمين وسلامي. ولما فرغ مركو كفار رقي سليمان بن عبد الملك. من استقبال المرحبين به ذاتك يعني سؤالنا وين استقبال كودي سلانتودي قال لبعض جلسائه ذاتك لفني مثل مثل وحويري إن النفوس لتزدأ كما يزدأ المعادن إن النفوس النفط لتزدأ ويمرتيسا ويمرتا كما تزدأ المعادن معادنت إيا برتا سيدا أي أمررت هو سقوده إذا لم تجد هديسا هل نفط من يذكرها قفواني الفيئة بعد الفيئة الفيئة وقت بعد الفيئة وقت بعد هذا نفط لوانين وخير كان لو شيقين ويبرر ريساوي ويجلو عنها قف كفيد هديسا هل قفواني ويجلو عنها كفيد سداءها مرر كذا كفيد فقالوا حيدا نعم يا أمير المؤمنين فقال وحير أما في المدينة رجل أما في المدينة مدينة ميوس جوغي مجوغا رجل أدرك حليلي طائفة جماعة ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسو يذكرون النواني صحابة رسولك وين ما دين وحبك مدن بأي لكن صحابة رسولك لك المي ايو النواني وتابعي واصحاب بدن سو غاري ميوس المدينه جوغن فقالوا وحينا دبلا يا امير المؤمنين واجوغا وكسوغي ها هنا ابو حازم الاعرج ابو حازم نيكا ليدالو الاعرج ايا هلك جوغ يا كسوغ مغارده المدينه فقال وحينا ومن ابو حازم الاعرج ابو حازم والن سداء وكما فقالوا وحينا سلامة بن دينار وهي عالم المدينة وإمامها وأحد التابعين الذين أدركوها للي تابعين تمتكم من الذين أدركوها للي عددا عددا من الصحابة الكرام فقال وحير ادعوه لنا نو ويرا وتلطفوا في دعوتي مكة ويرا يسان سترتيبا وإذا كنت أنتها ويرا فذهبوا إليه وأطغين ودعوه ويويره فلما أتاه مركو يمي رحب به وسود ويه وأدنى مجلسه سليمان بن عبد الملك وسود ويه وأدنى مجلسه مجلس كيسنا ود ويه أكتس أيو فريسي وي قرب مجلسه وقال له حكير معاتبا أسقوا يعني عنانا أيو ما هذا الجفاء يا أبا حازم ما هذا الجفاء قوين تن محيطها يا أبا حازم محد أوكيس تذكر نوين نوين وعدين أدين محبورة فقال وحير وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين وأي جفاء قوين تاكو رأيت مني أدواركت يا أمير المؤمنين قوين تاكو قوين ومحي فقال وحير سليمان بن عبد الملك زارني وجوه الناس ولم تزرني dadka intoodi aqoonta lahayd way soo way yimaadeen way soo dhaweeyeen way soo salaameen walam tazurni adigu imaada soo salaameen hadda soo goyn ma faqaala wuxuu yiri abu xaazim inama yakunu aljafaa'u bacda almacrifa goyntu waxay timaadaa labada qof oo isyaqaanay markay isaankii waayaan qofku qofkii uu yaqaana uu imaan waayo waa goyn inama yakunu aljafaa'u قلت وحي أهاتا بعد المعرفة
وأنت ما عرفتني قبل اليوم، وأنا ولا أنا رأيتك، فأي جفاء وقع مني. أدو ماذا أقول ما أنت أيبك هو الرئيس أنا أقول ما أنت كهرك ما أرك هذا وما كهرك يا مركا، فأي جفاء وقع مني قلت يقرب عضي ما حيت هاي مركز، فأي جفاء وقع مني. فقال الخليفة وحويري لجلسائه وحويري ذاتك جلسة ساها، أصاب الشيخ في اعتذاره وأخذ الخليفة في عتبه عليه. أصاب الشيخ شيخي وأصيبي في اعتذاره عذر دار كيسة وكو أصيبي يعني يقف أنا قوين قوين بكما إيمان كرتب لما يقف إستقاني وما يقولون تكتب هذا، وأخذ الخليفة خليفك وكوقفي في عتبه عليه يعني أنت سي وكوقفي. ثم التفت إلى أبا حازم وهدنا في ري وقال وحيري إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي بك بها إليك يا أبا حازم. إن في النفس نفت وحاكسوا شؤونا باكسوا أمور أحبا يعني مجر أحببت أن جعلها أن أفضي بها إليك إن أبوش يا إن أبوش يا يا أبا حازم. أبا حازم فقال وحيري هاتها يا أمير المؤمنين. إيش يا أمير المؤمنين والله المستعان إلهي ما نتلا صارنا. فقال الخليفة وحيري يا أبا حازم ما لنا نكره الموت محال نوغو عن مشهد مجعلنا. فقال وحيري أبو حازم لأننا عمرنا دنيانا وخرمنا آخرتنا فنكره الخروج من العمار الى الخراب. الدنيا ما نعمرنا او قرية اي بيرة اي ميلة وناكس كسا ما يسنى اخرتنا وان خربنا ومان وما عمل فلينا مرقا هاد ماشا عمرنا اذا اسكتوا اصلا انت انكتك انو ميل خراب اينا انا تاسبو اي مدى نفتو نبسنى هذا اخرتنا كسا غير لهين وان جعلان لهين انا ادنوه لأننا أنه عمرنا وحن عمرنا الدنيا أنا الدنيا ديني وخربنا وحن خربنا آخرتنا فنكره الخروج من العمار نلقى عمرنا إن كتقنا نعينا نفسنا إلى الخراب يعني. فقال الخليفة وحر صدقت ثم أردفه راعي قائلا يا أبا حازم ليت شعري ما لنا عند الله غدا. ليت شعري شليت ذيذي ليتني وي معنى ليتني أعلم ما نغادر ما لنا عند الله غدا بري إلهي أكتس وحن كلنا إن أغنى نوفعنا وحن لكل من. فقال وحير أبو حازم اعرض عملك على كتاب الله جل وعز تجد ذلك. عملك على إلهي كتاب كيسا أبندك وحن إلهي أكتس بريك ويا لواتكه ليس اعرض عملك عملك أبندك على كتاب الله إلهي كتاب كيسا أبندك جل وعز تجد ذلك وذلك قف إلهي أبتيس كوة نكسنين هاتي بر كوة نكسنان دو أنتو يين هذا كوة نكسنانين كتابك إلهي بات كهلس. قال وحو يري وأين تجده في كتاب الله تعالى حقي كتابك إلهي كتا الله يوكهلا. قال وحو يري أبو حازم تجده وذلك في قوله تعالى في قوله إلهي قول كيسا علت كلمته كلمة سكر ريسه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لماذا بعد من دخول سموت هذه الأبرار تكملت هاي تلا في النعيم با إلهي أكتي سكويا لكن أبرار ما كملت هاي ووحي بارك الأول نقني ما كملت هاي وي وإن الفجار لفي جحيم قال هذا أنا ويسكع عند هاي دماش أي دقيان يدقان كذوي. قال الخليفة وحيري إذن فأين رحمة الله هذا أنت ميزان كنقنو وقفك عمل ونكسن سما يوم إلهي أكدي سنعمة إيا جنة كله قفك أن عمل فلي وحباب مهري حتى أنسل أن ران فأين رحمة الله إلهي نحريس دي سياوي. فقال أبو حازم وحير إن رحمة الله غريب من المحسنين نحريس دي إلهي كوه ونكسن وما يودو ده تدك كلاد لعل هداي هلان وهم مهلي دون المسؤوي لكن إلهي وحبران كيسنو وشغيها نحرستنا ذاتك ومحسنين تا أمي أدو ذا كوا نعي لإلهي نحرس ذيسا دا عديسا لو أدو ذا
إن رحمة الله إله الحريصي قريب من المحسنين. فقال الخليفة وحيري ليت شعري كيف القدوم على الله جل وعز غدا، ليت شعري شليت ذي أمان أقاذر كيف القدوم على الله قلتان إلهي لو قال جل وعز غدا بري سيدا ونقرأي. فقال أبو حازم وحيري أما المحسن قفك محسن كيه وناسا فكل غائب يقدم على أهله، فكل غائب يغدر على أهله قفك وناسا محسن كاه وحلم بديه، فكل غائب قف مقنا يغدر على أهل أهل كيسوي بي هذا مدام مقنا ورير كاه يد مدام كم مقنا ده أنا أنا فرحسن وإما هذي يرير كاه أركت ده دايون أت كوج علي ما تريثه كوني أت لقاه جعلي. وأما المسيء ومتك مسيء أهم فكل عبد الآبق أدون بنتي وسيد كيس كان بنتي يساق إلى مولاه لص لصوقبته سوقا حال وسمين دونا من بحث صديق ولا صوقبته ولا لوضه اللي سكعفين دونا ولا عقاب دونا ككلنا وأساس وكر مرك إلهي الوسي وضه أساس من غني قدوم كيس وأساس ودم بيله. فبكل خليفة هو أي خليفة هو أي سليمان بن عبد الملك حتى على نحيبه واشتد بكاؤه إلى أسود كيس كر نغضي واشتد بكاؤه وهنتي سن أيضا أدبوه. ثم قال وحر يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح سدانكو ونكسنان كرنا. فقال وحر تدعون عنكم السلف وتتحلون بالمروءة تدعون واتكتغيسان عنكم حقينا السلف أيات كتجيسا كبرك وهي كبر وضدك وده قفوا هذول ملاحية هاي وما يعني إنه سلوى هاي حواجا باكجرو السلف كبر كات كتجيسا وتتحلون واحد كسي فوق إنسان يعني بالمروءة صفات كون ونكسا. فقال الخليفة وحير وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه مالك يا الدنيا دنا سيدابا إلهي لوغو دوان كرا دي دقفكم مركو مدحي يهي مال بولي يهي مال كنا يعني سيدابا إلهي لوغو دوان كرا. فقال أبو حازم وحجري إذا أخذتموه بحقه ووضعتموه في أهله وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعية ده مركز حقي سواكا باش إلهي تقودي سلو كوك دوين لها إلهي كوك دوين لها كاسوي إذا أخذته بحقي مركا سوق هذا إنسان حقي سوق سوق هذا ووضعتموه في أهلي أهل كيس دقة مركا بحين إنسان ماشي سوق بحية هو نكسني وقسمتموه بالسوية تتك حقوق ذا إذن كله أما تتك المحسين إنسان قسم هذا أصمة وعدلتم فيه بين الرعية الشعب كان أصمة عدالة أصمة. فقال الخليفة وحير يا أبا حازم أخبرني إيه ورم من أفضل الناس ذاتك يا أفضل بضل. فقال وحي الأولو المروءة والتقى ذاتك تقوى ذي المروءة ذي صفاتك ونكسن وي المروءة. فقال وحي الخليفة خليفك وحي وما أعدل القول يا أبا حازم هذا الكيء وعدالة بضل. قال فقال وحي أبو حازم كلمة حق كلمة حق يقولها المرء قفه كو قولي عند من يخافه وعند من يرجوه حق من كي أتشاكته كلمة حق أتكون دواغه عند من يخافه قفه كبغي أفديس وقفه كدواغي كلمة حق يعني وقف ملاحظه وكبغي وعند من يرجوه يقفه رجينا يوحكا رجينا. وقال الخليفة وحي فما أسرع الدعاء دعاء تي أودن دل بدل إجابة الحق أقبلت يا أبا حازم. فقال وحر دعاء المحسن للمحسنين قف محسن هو ناكسن وإلهي جعل ذاتك هو ناكسن المحسنين تانا أدعي. فقال الخليفة وحر وما أفضل صدقة صدقتها أفضل بدل. فقال وحر جهد المقل قف وحير وحق بحير المقل قف وحكو يريهي وحي يرابر وحكا ديت يضعه ومكان أوديه في يد البائس
قف آد أني باتيسن قعنت وصار الفقير وفقيرة من غير أن يتبعه من ولا أذن أسوى كم من الشيخ أن يكون عندي منه وحبوب بهي وحبعين تارتا وحاوفا لبندتك وحبعين أيه متك وحي متك وحو كوير ياهي ما أبو كوير ياهي وحي رائع وهي أيوه وحكا قورة إثار موسى مي مركا المجاهدة نفتي سوكبه أنا وحي باكو ياهي متك كلا حقاق إسكا هايستو حنوم بدن كمو هايسا وحاو بحيني أنا عوال بدن بها يتازمه كلا لك حنوم بيكو هايسا وحاو بحيني وحي رائع وهي مارت نفتي سيو الله دقال حدنا دادك قفك الله سينا ينا وأمد آدي باهي أو هاي صوتي باه تيسر إن مركاك عانتا دوغلي سوي في يد البائس الفقير قف آدو دي باه تيسر وحبا هاي سيدي من غير أن يتبعه من ولا أذن حدنا آلا كم من نشيغا نينو آلا نادبن وحبا مكسيه إيو وياقي الله صار صحابا ساكو يالينا تابوا نبي موتا قفك بحل سيحة تاوي نبس من يوحكا دار المجرد اللي هو من نشيغت وحكا دار المجر مركا من نوائل سراعي صدقتها سأفض بض فقال الخليفة وحوي من أقياس الناس يا أبا حازم تدك يا أبو عقل بض فقال الرجل نن ظفر بداعة الله تعالى إله داع عديس كل باني أي أسر تكشي وفعمل بها سمي ثم دل الناس عليها تدك نتسيه والله هو خير سمي أسوي إله إذا عدي سبوا يوسمي إله ما وافجي ذكر ووي ري وحوي ورهنا سمي وحوا خيره يعني عيالة تسنت ذكر الخير كأوش يجلس وصدق قوي فقال الخليفة وحوي فمن أحمق الناس ذكر يا أود قصر يا أود بارسن فقال وحوي رجل إن ساق معها وساحبه وساحبه ظالمه فباع آخرته بدنيا غيره وأن الإسكر راعي صاحب كيها وديسي صاحب كيسنا وظالم نساحب كيسا ظالم ووحن حن إسكر جعل وصمين أيه كام إسكر راعي الدكاس الدنيا ديسي يا آخر كاس آخرة ديسي بو إيمسدي بدنيا غيره نكا الدنيا ديسي وجعلاي وحي وراعي يا لدو آخرة لا ديسي ساتي ما دام أساس كده وسعود أساس كراعي ده كاس عود غص وحتى آخرة ده الدنيا ده جو يبص ده حبي حال لايد نينك من الدنيا غيره آخرة دي جو يبص أسا وحبي كمان هنا يد نينك أكل هوا دي سوس كراعي كاس مو أيد حقه بني الله ولا هو شنو ولا كاس هو عمل كده رجل إنسان مع هوا ساحبه وأن الناس كسرعنا يوض ميو ساحبك هوا وحو جعله وساحبه نظالم ساحبك نظالم وباع آخرته بدنيا غيره آخرته يسيبه إبيكا بدنيا غيره مقيم فقال الخليفة هل لك أن تسحبنا يا أبا حازم وعدي يسيبه وناك يسيبه هلي يعني آدو ببغي مركاسوري هل لك أن تسحبنا إن أدنا نرى صاحب تضنا الرعض بصورة قليسة يا أبا حازم وفتصيب منا ونصيب منك أنقنا آدو حنقى هشو الدنيا يوحى اللوحي آدو باهمتا يا أولدناها يعني وعكا قبنه أنا أقول أنك خير كأقادرني أنك أهلنا خير فتصيب منا ونصيب منك فقال أبرك الله يا أمير المؤمنين ما يبلغ فقال الخليفة وحي الولمة محدد ديدي وفايدي أدوال فايدي سنة أنا أقول أنك فايدي سنة فقال وحي أخشى أن أركن إليكم قليلا وحيار إنا ندين إيشان كيابي وفيذيقني الله إلهي وندنسيه ضعف الحياة وضعف الممات ولا تركنوا إلى الذين ظلموا سيدا من هذا المرحلة راعدنا دعني مباتكم راعي لأن نن ملاح لقوا أي ما يظلمي ملاح ظلم لقوا أي أخشى وحنك بقيا أن أركنا إليكم من الدين إيشو أن الدين جعلاه أن الدين إيشو أعتمد عليكم قليلا وفيودي قال الله وحي الباب الدنيا عمري وحي ما كلمة أما الدنيا أنت اللي جوا جايبه وحية الدنيا مركع الدين يسوع فيذيقني الله إلهي ويدنا زي ضعف الحياة نورش ضعف جادي هي وضعف الممات وين يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقال الخليفة وحي ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم وحي عليه سوف وهي أما هولها أدوبها هنتاي نوشك
أبوك على مين معك؟ فسكت ولم يجب شبه إلى مرق أبو حازم فأعاد عليه قوله وكعلي ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم. أبا حازم دناها يا وحاضو بها أنت نوشا نقضيها وانقذينا لك أليك مهما كانت أنت يرتبها لك أنت يركبها لك وانقذينا وحاضو. فقال وحي إلى أبو حازم حاجتي أن تنقذني من النار وتدخلني الجنة. ننتهي ذو حدوني إلى النار تقبل بها سجنة الإجلس. فقال وحي إلى الخليفة ذلك ليس من شأني يا أبا حازم أو شأنه إسقبله إلهي بألتاس. فقال أبو حازم ما لي من حاجة سواها يا أمير المؤمنين. دنك لملي هذا هذا وجنة الإجلس كرين النار تقبل بها ذكر وحكرا ورحبا مجيب دن كلام لي تاسم الله وحكا قوان كرتا مي بس حاجة مليم. وقال الخليفة وحو يري ادعو لي يا أبا حازم تتكاس إلهي لها سبحانه وتعالى سلف صالح تتكا خير كبان نواساس ادري هل كاسي كجو كتبه معاهم بسينا يا الغبر يا مي أحوال مرة مي أحوال مرة حاجة وحن دون يمني وحن شيئا ما نسكت ده أي وحي نصيب بغير سؤال الله كان أنا ويزوع علينا يعني. سيد أبو حازم بان كارك دوم. فقال الخليفة وحي إلي أدعو لي يا أبا حازم. أبا حازم هو يدعى. فقال وحي إلى اللهم إن كان عبدك سليمان. إله أدونك هذا سليمان. من أوليائك أولياء ذا ذاك مني. ذاك أدعى عشر. فيسره إله أفض فيسره إله أفض ذا إلى خير الدنيا والآخرة. الدنيا آخر خير قول إله وفضل وإن كان من أعدائك أعدانا تهدوك من ذهنك فأصلحه إله وناجي وهديه هنوني إلى ما تحب وترضى وها أدعش الرالي كتا إله وفج الله هذا أبو مديها زمان هذا أولياء تهدوك من ذهنك أدعش هنا خير الدنيا والآخر إله وفضل هدو أعدانا ذهنك من ذهنك وعمل حلو كجرنا إله وناجي وهنوني وها أدعش هنا وفج. فقال الرجل من الحاضرين ذاتك ماشا فدي متكم إلى وحي بئس ما قلت وحا تريبا باسل ذاتك العبسية ملاحظة جعيل بولاي وكهي بيسانا كعبد الله بئس ما قلت وحا تريبا حم منذ دخلت على أمير المؤمنين وقتي قالوا ما إلى هدى أمير المؤمنين هذا في عمام النهيس هذا ما هذا قال لك مدى أزوي الله سجل عيون عزو دوني فلقد جعلت وحد كي شيء خليفة المسلمين من أعداء الله إلهي أعدادي ساتكنك وآذيته وواضبته. فقال أبو حازم وحجر بل بئس ما قلت أنت هذا وحد تريبا باسله. فلقد أخذ الله إلهي وقبته على العلماء علماء إلهي وحقوقبته الميثاق بلا بأن يقولوا إلي إرادان كلمة الحق. فقال تعالى إلهي وحجر لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ذاتك إن أدعى الإسلام وهي حقه ولا تكتمونه إن قرني. ثم التفت إلى الخليفة خليفة كوفيري وقال وحي يا أمير المؤمنين إن الذين كوي مضوا قبلنا هرتين تغي ذاتك تغي نقهر رأي ومن الأمم الخالية أمده تغي كاملة ظلوا وحي أهذين في خير وعافية خير هي عافمات بكجرين ما دام أمراؤهم ملاحظة أنت دائما يأتون علماءهم علماء ذلك أتغيى رغبة جعال فيما عندهم ملاحظة أي تغيس علماء ذلك أتغيس ما حي دون يا ملك ملاحظة رغبة فيما عندهم عند العلماء علماء أكثر ذوحي هذا العلم لا أي دون يا ملك. ثم وجدوا وحال لهلا قوم قوم من أراذل الناس ذاتك قوة ولتها سيئة تعلموا العلم علم جيب مرتين واتوا به الامراء مركز ما احد يقول يا العلم ما احد لو ما جاي جنا وعلم ما احد اي علم سو دون جن هو ان غيم له انه ادار الناس انت علم جيب مرتين اي او جاي ما احد يريدون حال يدونيا ان ينالوا به شيئا اني وحكو هلانو من عرض الدنيا اني ما احد كهلان حقا اي كهلان. فاستغنت الامراء امرذي مركا مدخدي با وهي كديقتومن عن العلماء علمي كديقتو لانه وهي راسن يما لو كيني كو اي ولهوس ارديا يمتوما حوغانا لسي لو قرو او اي با لو قري
فسغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا مركز أي مدحنا خسارة مركز هالك أفرزنا علم يسوعين ونين لا كان كوا أن فائدة الله إن علم قدرنا في عمله كوا الدنيا دونك يا الباب قدر تاج علم قدر خير ماله فتعسوا ونكسوا مركز ويه هلا ويه هو جينه يعني ويه خسارة ويه خسارة وسقطوا ويكدعن من عين الله عز وجل إلهنا وعرض ولو أن العلماء علماء زهدوا هذي كتري لهايين فيما عند أمراء أمراء أرتوض وحي هذي أدوية لرقب الأمراء وحي جعلان لهايين في علمهم علم الوضع ولكنهم رقبوا علماء وحي جعلان فيما عند الأمراء مدحر أرتوض وحي هذي أدوية فزهدوا مركز مدحر كزاهد كتري فيهم ونكو هدو أدوية إنو جعلان الوارق علمي سواء لكتري هدو مر مدحر بأطرق وأسوأ الدنيا دون علمي يسوء كتب ما لاحظوا أننا ما كأبتوا هذا واحد جريم بكرنا وقلنا يا علمي يسنا ولا قتل وهانوا عليهم مركز ما لاحظ العلماء إهانة يستوون وإهانة يستوون يعني هنا يباهن يهين وأي مدور دايا بارك وش قال قال إله سيو الدين تهابي كان يجي واحد وحباهين مركز ما لاحظ به وزور دايا مركز ما لاحظنا وإهانة يستوون مركز العلماء فقال الخليفة وحور صدقت ربا شكت زدني زيادة من موعدتك وعد قال يا أبا حازم أبا حازم أبا حازم وعد قال زيادة نو زيادة فما رأيت ما أرى أحدا أحد الحكمة حكمتي أقرب إلى فمه يقوله منك عليك قف حكمتك أقرب أولي ما أرى نو زيادة هذا الكي أويري وحبك معنا كوي حاضرين توفني أيام تكوض وكساوة هذا يوم نبسانا يسيره ولا هذا اليوم ننكي أميرك أنا يعني وهذا الكيس هو الربع لأن أنك تقبل لي إخلاص بولي وحقول شيء غيّنا والنصيحة والنصيحة إن إله درتي والنصيحة ما كم دوني جاه كم دوني إنه وحسي كم دوني فقال وحو يري أبو حازم إن كنت من أهل الاستجابة تدك خيرك أقبل أهداد كم بتاعي فقد قلت لك وانك يري ما فيه الكفاية وحلو وكافته وإن لم تكن من أهلها هذا حدال خيرك أهل بو هينا فما ينبغي يمسون ويما وناكسون لي أنيقا أن أرمي إنا قنو عن قوس قانسو ليس لها وتر وقانسا أنا وحبك دعيم يا ما أنتو نجيد يوم وحبترين هذه يعني وحي كوفلا وانيلي فقال الخليفة وحي عزمت عليك أن توصيني يا أبي حازم عزمت عليك وأن أرني إنا نودر دارته وكوأتكي فقال فرن عم سوف أوصيك وأوجز ونودر دار ميا وأنا سوى قابلني عظم ربك ربك ويني عز وجل ونزهه إلهي كنزه وكإلهي أن يراك إنه كوارك حيث أنها كما شكار ربك ويني ماشي وكارنا بإنه كوارك إسك إلهي ثم سلام وانصرف ويستاقي وسلامي وانا بحيو فقال له الخليفة وحيري جزاك الله خيرا من عالم ناسهم جزاك الله خيرا خير الله وجزي من عالم عالم ناسح وناسحه ما كاد أبو حازم موسى السقيم يبلغ بيته قريب زينته حتى وجد إلى أهله أن أمير المؤمنين قد بعث إليه بسرة مريئة دنانيرة مركب وعكسه ودودره كيس وين كيسد وين بكسر ده بدله بصرة وكيسد وين مريئة دنانير العقل يسوع بحيل دنانير ذهب على يسوع وكتب إليه يقول ورقنه وصقره يقول حاله لي أنفقها ولك مثلها كثير عندي أنفقها وحأذو باهنتها كبحه دناها كوجد كوجدو ولك مثلها أيده كلا كوسق نادي كثير أو بدن بعندي أكتئذ كوسولا مركز سواء كوسينا يا بيه فردها مسوعلي سيدا يا أيضا وحبه كبحني مسوعلي وكتب إليه ووصفر يقول يا أمير المؤمنين أعوذ بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك باطلا وحن إلهي كم قنقليا
سؤال هذه ويديني سؤال علمي جاي ويديني سمر كذا إيه يرتدي إنه جاس جاس نقطة مد أنا أقول جواب يرى بعض النقط وحنا ما كجري أصيب نقطة إسا هدي يعني أدو أدو جاس جاس حق على شبه وحنا نكاهين أنا قال دي أنا وحنا كوش شيء إيه إلهي درتي إجاهين تاس إلهي ما كمان قال فوالله ما كنا أرتدي ما أرضى ذلك كسر عليك ما هي يا أمير المؤمنين لك عليك كعكر على نغنى فكيف أرضاه لنفسي نفتي إذا سنغر على نغنى يا أمير المؤمنين إن كانت هذه دنانير لعقت بهديتها لقاء حديثي شكذي دي الذي حدثتك به علمي أنكوشا قدرتي هداد موسيس فالميتة بختك هي وحلو ولحم الخنزير دوفار كهيلم كيسة في حال الاضطرار قاعدة در المركي كوقبت يا أحل منا كحلالسن مركي قاعدة حن كوقبت ميت يعني ميت بختي وحتى حلال بكون والموت وحتى بتكون علف مركي ميت هي دوفار كهيلم كيسة مركي نفط بحر دوالو بدائنية نفط بحر يسوع وحكى لها يسنين ولا ولا سمي روح كل هيلين كاسا كاسا دام إن أنت عندي دام عندي سكرا كاسا يا إيه حلاص وإن كان هذا ديت حقا لي وحن على السياسة هذا الوعد جاء إيوه يعني وحن ما أنت عن يعني كلن كأن كلن هذا اللي يوصين الحق أنا والله إيتين في بيت في بيت مال المسلمين كله حق أدي أدي يسوع قاري بيت مال الإسلام كبنك الإسلام حق يسوع قاري هدوه يهين فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق تذكر من انت اسمه ودسيس ما نسيت ده كده ما قاسيس ده لو ده هدول من دهين زي ما قال هو حرام حرام ويد وحرمون علي ولقد كان وحو هذا منزل سلامة بن دينار سلامة بن دينار برجيس وحوها موردا عذبا مكان أرور لو أرور عذبا وآدم معا لطلاب العلم علم هو طلبي والرقى بالسلاح يونا قدتك دوني أدو جعل لا فرق في ذلك بين إخوانه وطلابه دتك ولا لهيسا يا إخوانا مسلمين تا يقوى علم لطلب يوم وطلاب تا فرق مكر الله فقد دخل عليه ذات مرة وحبر أيبت عبد الرحمن بن جرير نيكا ليدا ومعه معيسى ابنه باهاد ويل كيسا والله سعود عبد الرحمن بن جرير وأخذا مجلسيهما مجلس كودي ما يقاتل وأخذا ويقاتل مجلسيهما مجلس كودي ما يقاتل وأخذا ويقاتل مجلسيهما بيقاتل عنده أكتي سيفريس وسلم عليه ويسلامه ودعوا له ويدعيه بخير الدنيا والآخرة الدنيا آخرة خير كل ما يدعي فرد تحية مكرد بأحسن منها ورحب بهما وسود وي ثم دار بينهم الحديث ثم دار بينهم نحن وضوحة سعودي الحديث شاكا أي سعود عبد الرحمن بن جرير يويل كيسي إيو سلام بن دينار أبو حازم الأعرج نكل ورجع تابعي يويل أجريلك فقال له عبد الرحمن بن جرير وحكيري كيف نحظى بالفتوح يا أبا حازم كيف سذابا نحظى أن أبنى سرينا أهلينا بالفتوح بالفتوح يعني فتوح القلب قلب غير إلهي نوفره وقلب غير أوح قلب أنا قلنا يا أبا حازم فقال وحكيري أبو حازم عند تصحيح ضمائر تغفر الكبائر عند تصحيح ضمائر مركي نيد أي وناك سنات وقلب يقو وناك سنات يا تغفر الكبائر ذنوب تواوين قفة لون عفا وقفك مركي إلهي ذنوب تسر عفا يا إلهي أقبل يا قفك وناك سنات يا صمع وإن لكن نيد وإن وناك سنات وقلب صحيح ونظيف وإلا يا رب وإذا عزم العبد أدونك مركوك أنصد على ترك الآثام إنه دمك كتر أمه الفتوح يعني فتوح هي النور بامرك أسوه قصده خير كي أسوه قابلية أدونك مركوك أنصد إنه دلوبت إسكي غالي أو كتر
لكن أسوي ذنوب تقول حجرو وحمانتي سمايني مهلي يا خير مهلي ما أنا وأنا زناني ولا تنسى هاي المامن يا عبد الرحمن عبد الرحمن أن يصير الدنيا الدنيا ذا وحيدا يا يشغلنا إنه نغ شغلنا عن كثير الآخرة آخرة بدن بنا نافله الدنيا ير يا آخرة بدن بجسينس وكل نعمة نعمة كلية لا تقربك من الله عز وجل إلهي أن كل ويننا فهي نقمة ومصيبة نعمة هذا بإلهي ود وانوي ما تلقون نعمة يوم خير هشوا وإلى إلهي ود وتضاع على بدي سوى نعمة كلية وأن إلهي كل ويننا فهي نقمة ومصيبة فقال له ابنه عبد الرحمن بن جريويل كيسبه الله يبارك وحيره إن أشياخنا مشايخ ذين كثيرون ويبديه فبما نقتدي منهم يا قد يلا علماء الجوت آدم يفر بديه يا نو نو إشارة نو شيء سينا رعنون قد يلا فبما نقتدي منهم نتخيل يا أنت بدل موتة يعني شغيه هو بديه شيخ فلان زاسو ليش شيخ فلان زاسو يدحان موتة ويا رعنا وهذا ما تموته بركة علماء أنه ويبديه هنا فبما نقتدي منهم يا قضايا فقال وحر يا بني ويل كيلي اقتدي قضايا بمن يخاف الله قفك إلهي كبغي في ظهر الغيب كل يجي مركو يا قفك إلهي كبغي ويعف اسكا إلى لنا يكرنا وصلنا عن التلبس بالعيب شيء دنبي وعيبه نقرع dadku ma sinnay wala kale yaqaan ninka ilaahay ka baqay oo inuu ceeb dhex galay iyo sifaad ka xun uu dhex galay iska ilaalinay qofka ku dayo wuu yuslihu nafsuhu nafti sawanaaji fi awan as-siba intu yaraabu wa nafti sawanaaji markaas uu toosay way wala yurji'u dhalika ila ahd ash-shayb wala yurji'u dhalika صلاح نفط إياه وناجنت أمد بنجيو إلى عهد الشيء بمركو تقابيو إنتو يرابو وناجا كد داله ما أوصل به إن مركو دالي يرضاها مركا وينادو أن تقابان حدو عبادي سندورا موسى له وناجا لو أمد بنجيو مركا تقود إن تقود إن تقود بسم حكوت هذا سندقود محاد قبان كرت حدو وهي لا بتاعي وناجا بيم تادير تاعي بكوفي عيني صلاح بكوفي عيني of going to yeri shaqi wa alamu ya buray wiilkayo annahu shaani ma min yawmi yawma jar tadlu'u fihi shamsu qurahu wa yasbahis illa wa yuqbilu ala talib alilm hawahu wa ilmu malin kasto qurahu sabahdo malin ay qurahu sabahdo ma jaro illa wa yuqbilu ala talib alilm qofka ilmiga dalbayo wax baranayo وحاسوقا بلايو هواه هودي سي الدنيا او جعلا يو علم وعلم جيسي لما ذا سايس غبرني ثم يتغالبان لما ذا ودي ما تغالب في صدري لابتيس متغالب اقول انت هذه يهودي الدنيا ازعلنا تغالب المتخاصمين لما ذا ودي يسي متغالبان وقال فإذا غلب علم وعلم جيسو هدوك قال ابن قد هواه هودي سي كان يومه مالتي سوى نغنى يوم غن من له ومال غنيمة وقول يستنقى هذا هو علم يبدأ وقال ابن غذوه وإذا غلب هواه علمه علمي هذه اللي قلتها هو هودي سي قال ابن غذوه لا اسكف فرديني لا اسكف فردي ما في عندك على شغيسة لا وكبح علمي وكتري هل كاس كبح بقى هودي بقى قال ابن غذوه كان يوم ويوم كي سوى نغنى يوم خسران علي مالي خساره فقال له عبد الرحمن بن جرير ما وحيه كثيرا ما حضلتنا على الشكر يا أبا حازم فما حقيقة الشكر إما ذنب شكرك أنه مبورس نعمة إلهي أنه شكري شكرك إلهي وإنه كد ذلك إما ذنب شكرك أنه مبورس شكرك حقيقة دي صورة وامح كثيرا إما ذنب ما آدو بذن يعني حضلتنا أنه مبورس على شكر شكرك أنه مبورس يا أبا حازم فما حقيقة شكر شكرك حقيقة سواب فقال وحو إلى أبو حازم لكل عضو من أعضائنا
حين كسوح منها نكمل حق علينا حق بادوسينا ومن شكرنا شكرنا فقال عبد الرحمن وحيري ما شكر العينين لبدا انه شكر قدوامه فقال وحيري ان رايت بهما خيرا وناك هداك اركتو اعلنته واتشيغي وان رايت بهما شرا حمان هداك اركتنا سترته واتقرن انها شكر قدوامه وحي خير شاد وحي شر انا قرن حمان هشيغي فقال عبد الرحمن وحيري فما شكر الاذنين لبدا دغوت شكر قدوامه فقال وحير إن سمعت بهما خيرا خير هداك مغشر وعيته وحفد وإن سمعت بهما شرا شر هداك مغشرا دفنته ودوي تراشك قدر ويحن المغشر ويحن ونكسن حفد فقال عبد الرحمن وحير فما شكر اليدين لبضك عم شكر قدر وامح فقال وحير ألا تأخذ بهما ما ليس لك وحال اللهين أكو قادني قعمه حق على اللهين أو تاجيك عن تلا حقوق هذا، والله تمنع بهما حقا من حقوق الله، حق الله حقوق لسانه جديد، وحي واجب والقبول يا أنا قبح، ولا يفوتك يوسكاتك يا عبد الرحمن أن من يقصره شكره أن من يقصره أن من يقصر قفك قابية شكره شكره على لسانه شكر يا قفي عرف دقلي يكون قابل الحمد لله شكر على اللسان وحمد الحمد لله بس قفي شكر يكون قابل ولا يشرك معه جميع أعدائه وجنانه حبنه سئي قلبه سأن شكره وحكسينه فمثله كاتساله مثل كيسو كمثل الرجل نمبو لمديه له كساء قوين بو هايستا غير أنه أخذ بطرفه طرف كليه ولم يلبسه محرنه قوين بو هايسا مرك فيه دوسا او هايس قو ان محو قوة ريان فيه تايس قو ان محو قيمة كلها لها انا هو تصوى مضى وتكون انتفاع حتى هذا من طرف هايسا محي قوة الواجيد ايزاو مرك شكري قوانا قيسا نفعي قيسا مرك هذيل ايسو حبنها قوانا انا تكشكر ايسو لسانك كشكري حب جرقا انها لبدا انو تكشكري لبدا انو تكشكري قعمها كشكري قلبك كشكري هذا هو شكري نعمة الهي كشكري فإن ذلك لا يقيه من الحر ولا يسوره من البرد ده قوي هذا في ده هيسون قبوا نكائل على الماء كلال نكائل على الماء أو كوتر الماء أنا قوي دفاع يسوي فإن ذلك قوة أو في ده لقبته لا يقيه كما إلى الماء قفك من الحر كلالك ولا يسوره من البرد قبوا كما ترك المحل وحرته إنه قبوا كلالك كائل عليه وفي ذات سنة نفر وفي ذات سنة سند يعني سنوين كاملة يونفر تغي سلامة بن دينار مع جيوش المسلمين مسلمين تعيد موضي والراعي المتجهة إلى بلاد الروم روم يعني حق الأدولة يبتقي الجهاد في سبيل الله مع المجاهدين مجاهدين تراعي مكملهم فلما بلغ الجيش عيدا كمكو قاري آخر مرحلة مرحلة يقود بيسي ومن مراحل سفرها فماشي يقود بيسي مركها عدو يكسو عدي وكسو نابي دول دقين سوما هو سفر كي قد بيه ما أنت يباشي مركا يدقين ماشا مركا مركا لغا دقاقي ومر وغير اللي سودي عرمي آثر الراحة يول استجمام قبل لقاء العدو عيدا كي مركا جيش كي وحو دورتي إنو بالحوغا نستو قبل لقاء العدو عدو انتنا نقول من وخوض المعارك انتنا دقال كنحقلي وقد كان في الجيش جيش وحا هذا امير من امير مدح على سعد منهم راي بني اميه راي بني اميه مدح له كملا فارسل رسولا قف بقدر الى ابي حازم ابي حازم بن ادر يقول له كل يا ان الامير يدعوك اليه اميرك ابو يري لتحدثه وتفضله اميرك ابو يري عكس حتى يعني عيدا كي دغال كادي سفر كملك استقفكم وحقوق بهاي قف دين له قام يلا صعدوا ووحول بوو باهي هاي مرحلة كستولة جو علم قوالو باهي قف بوحي سوى واجه هاي يسيد وحو واجه هاي يوحي كوي ما دسيد يعني أرمى وحل لها قف يعني أرمتها أوعى دايو مالك أمير كوا كوي يريا يدعوك إليه إن الأمير يدعوك إليه وكوي يريا لتحدثه إن أدوشيك يسو
وتفقهه إن فهم سيسعبك. فكتب إلى الأمير ورقد موسى قرى يقول إليه أيها الأمير نك ملاحظه لقد أدركت أهل العلم تدك العلم هيدا سوق عريانو وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا دين تمين قال جرين ودتك الدنيا وما ينجينج وما ينجينج الرجع سوق عري ساس ما هين لا يحملون الدين الدين كما قالين إلى أهل الدنيا ولا أحسبك قوم لين ماي تريد إن دونيس أن أقول إن أول ما يفعل ذلك أدب إن نفتح إلى دونيس قف أبوه الرئي الدين الدنيا ده الدنيا وقال إن هذا قال فإن كنت فإن كانت لك بنا حاجة هذي حاجة دم أنك لا ده هي أنك فأتنا نوعه هذا وحدون يسوما علمي بعض بعض يسوما نوعه والسلام عليك وعلى من معك سلام دش هذا تأديه يدك يقول جل ذات بيله العلم العلم يؤتى ولا يأتي علم هو الله تعالى أسوق مي مال الله تعالى علم ولا ضد لكن ذات رهاي ما ذي تاي وي مال إذا سكتين ورؤوا ما ذا برجع وحلو كبر مهم تاس حلو ما برت علم ونساق ما فعل حنا كم برن ميزان بتكون يلا هذا هذا شحاتة يا ده واحد كسر حبوك على فين حبوك برن ميزان قرمت برن مجد علم يوقع سدد آدم آدم ده سد آدم يسوع ولو برجع إذا كنت برجع كلام أتكتد أو مزاجي كذا أتكتد قصد كاس آدم يوقع سد يسوع طالب بعته هاي علم يجيب أدمية ده على كجرو واد وين يسوع مركات صوب حدا يوحي آدم يسوع من كسر ده بعد العلم ده سؤال مركات إله هو أنفعي أو واحد مغسين هذا مغويز لكن هذا ربطه بلا تنتهز مش عروق مرة مدح فريسان كره قال مال قال يوم نمر راح تاير أما حوالا العقل ده بركة قال قال هم وقت قال إياه أنا هو محرم تاين علم جيب أذكر دوري سأشرف تاين إلى شهر زوما ما علم اللي هو بار ما هي هذه اللي هو يمادنا حوار رميس هذا كله قد فلما قرأ الأمير أمير كمركو أخري رسالته ورقديسي مضى إليه وزاك عين مكيو نكينه نكين أسير كله جوي وحياه وسلامه وبياه ورزلام وسلامه وين كرامة وعزة ومكانة أيه وسلام وقال يا أبا حازم لقد وقفنا على ما كتبته لنا وأن أقرنا وحيا نص أخرس وحيا نص أقرته فازددت به واحد كل زيادته كرامة عندنا وعزة لدينا يعني ذاتك أهل الدنيا ذاتك العلماء ده الدين تؤمن سو خارج يعني أنت من أهل الدنيا ومعنى هذا مت من مضح ما دام أتاه سو من حوين متي من أهل الدنيا بات ذاتك أهل العلم لا الدين تأهل الدنيا هم سو خارج كفو صحنا بات حداد وحدون يسدان نقل لا دعوة أطوح ربطه نايم أو أديك له موسى كحناك مركا وحكويني لقد وقفنا وان أخرنا على ما كتبته لنا ويحد نوصه وقرته وان دون استاغني وان أخرنا وي فازددت به كرامة عندنا إلا أنك وحنا أخرنا إسكاد أخر كرامات أكتنا لك الزيادة وعزة وعزة العزة لدينا فذكرنا وعدنا حتى من نواني ونوعني جزيت عنا خير الجزاء سو إماذا ماذا لنا نواني نوعني جزيت عنا خير الجزاء قفك هدو إلهي كبقه وإلهي رالي قليه مخلوق يسون مخلوق من محبة محبة جعلك هذا إلهي قلني جعل كيسا إلهي قلبه هذا قلني فطفق أبو حازم حقودا قال يعيده إلى وعدنا ويذكره وكان في جملة ما قاله له وحيه إلى وحكمه انظر فيري ما تحب واحد جعشه أن يكون معك معك إنه في الآخرة وحال واحد جعشه آخرة إنه تشرب فاحرص عليه في الدنيا هذا الدنيا كده ذا قفل أرك وجعلها آخرة إنه عمل وناكسن لا تقل وحفي عن بعض سميس هو خير بعضها جنة ذا إنه هذا وحي وناكسن لا هذا وقول إنه وجعلي هذا هذا كده ذا لكن هذا ودي بدي هذا لكن أنا كده ذا شارو وانظر فيري ما تكره واحد نعيسه أن يكون معك إنه معك إنه هناك آخرة فازهد فيه هنا حتى اسكا الى علي وكتك واعلمه يا امير المؤمنين انه شاني ان فقل باطل
بادلك هدوز زيادة نفق البادل عندك أكتر وهو الراجع يعني قال يقول نقض شيء الحمان تهاب أكتر هذا لقيه لي مركز ولي بقيمة ياش راجع راجة السلعة بدي عظمك قال يودالي راجع وقال يودالي مركب بادل كيف أكتر هذا قيمة كويا شيء مركز زيادة أقبل عليك المبدلون المنافقون وحل وحي أهل بادل المنافقين ونم بيسو شيئي مركز هذه المسؤالة ورنك أنا يواك البلي والتفوا حولك من عيها هذا واحد سعود أمير المؤمنين كلها كرم سعود ودن مبدلين توا بعد وأهل النفاق ودن حمان وحنين كل شيء ما وإن نفق عندك الحق وحق هدو أكتر هذا قيمة يا شو الراجع زيادنا التف حولك أهل الخير ذات أهل الخير كم بحث تاريمان وأعانوك علي خير كم بينك وكال بينها وأهل الخير ده هدي مع على النغلان وأصحاب تاذون يا عوان تاذون ذات يعني وكال بينها يا عوان تاذون بهدي أهل الخير نغلان ده خير كم بينك كو شاريا ولا كم بينك وقرصينا فاختر لنفسك ما يحلو هذا نفط هذا دوره لنفسك نفط هذا دور ما يحلو وحي كو ناقصنا هذا وادو ما هنا يهلو بادل يعني يذكر حنوي المرافقين تا أي معه النقضان أصحاب هو النقضان ميا دوني بصدق الخير كأكو ولما أقبل الموت موت كي جريدي مركز وقع بس على أبي الحازم العرج قال له أصحابه أصحابتي سوى حكوي هذا كيف تجدك يا أبا حازم سكور سيد ريميزا يا أبا حازم فقال وحير لئن نجونا من شر ما أسبناه من الدنيا فما يضرنا ما زوى عنا منها لئن نجونا هدان كبد بادل من شر ما أسبناه من الدنيا الدنيا وحي أن كهلنا نباتدي سي شرتي سي هدان كبد بادل الدنيا وكتك زاهد بها محوك هلو الدنيا وحي يرى كسو قاري الدنيا قفك كنور يعني عموك يعني كهلا يا زمان وحي الدنيا أن كهل لشرتي سادا قبل بعد فما يضرنا نمد بي ما زوي عنا وحي نلقدوه من حق وحي أن لسين ابنه ما هي وحي الدنيا أن كهل آخرك نمي ما يسو وحا إيه وحا إيه تغي قول بهاري بيس لكن وحي أن هر شيء ننو نبقو كهنو تاوى لغا ياو آخر ما حد نبقو كهنو الدنيا وحي كاسو كهن ما حرام وها ما حقال الله ما تقالته الدنيا وحي كاسو قارن بعد يكون كده لكن وحنا بكو إيمانين لما تكو ماي مروبنا كو ماي محو إيدا الدنيا محن محو هلوة محن ملح قلنا قوة محن وحو هلوة آخرك كو فكر مس بكبد بعد الحمد لله وحي أد يعني كاسو قارن ونبكيزة حتى تكبد بعد دوي لأن جونا هذا كبد بعد من شر ما أسمناه من الدنيا فما يضرنا النبي ماي ما زوي عنا وحينا لقد نلقدوه وحينا الآن نلصين منها الدنيا ثم قرأ الآية الكريمة آية وأغريه ونكسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين كوا آمنوا إلهي النبي الرمي وعملوا الصالحات أعماشا ونكسرنا كد ذلك سيجعل لهم الرحمن الله الرحمن وحوية لي ودا ودن با إله ويلي حبا إيا ومودة هذا هو قف إيماني عمل صالح لا إيمان سيجعل لهم الرحمن ودة ندك مخلوق إله يوردن محبة أم با قلب يسلوك لي تتكونا با جعل وما زال يكررها إلو آيدا كعل علنا يكمزول حتى أتاه اليقين إلى أين أفتك بحضور إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ود أيضا ودردارنا ود أيضا سدردارنا قفلا كو إيمان كي عمل كصالح ليم سيجعل لهم الرحمن الله الرحمن وهو يلي ودا حبا يوم يوم ودا جعل يوم ودا يا إلهي يلي ويلي مخلوق ربا جعلاني وود عيني حتى بعد موتهم أي جعل كما يكون لمن يا أي يقول لجعل يا لمن يا بعد موتهم بل جعل دتك ون ون أرسل سلحا يوم جعل كودبا ومد قلبي يا دكوبان انت النور حتى زوجاري انت ايها زوجاري انه ارق ايها ارق يا حتى جعل
ودتك ورونا صالحين ده أولياء إلهي دتك ونعزل دتك إذا الباجع ما إنا لازم أنت وقت ما إنا ما إنسان عارف مرهورين أنت حلو جعلي ده إلهي ما جعل هذا سبحانه وتعالى إلهي مركو كره على نغذنا مخلوق ونبع لجعل يسيء أو محبة هذه أي قلوبته ذا القليوي اللهم اجعلنا منه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.